طنز، انا عايز ابارك لك على التكريم اللي احنا يعني كلها دقايق وحضرتك تقف على المسرح في اغادير التكريم في مهرجان الضحك. عايز اعرف شعور حضرتك ايه وانت بتتكرم النهارده في المغرب بشكل عام. والله انا مش هممني يعني مش هممني التكريم في المغرب بقدر ما هممني ان هو اسمه مهرجان الضحك. ولما انت تكرم على انك انت كوميديان وبتضحك في الوطن العربي كله، فدي شهادة أي ممثل كوميدي يفخر بيها ويعتز بيها، إن مش بس بيبقى التكريم في بلدك، بالعكس ده بيبقى في الوطن العربي كله. وأنا سعيد إن أنا موجود في المغرب، لأن هم حابين الكوميديا المصرية قوي وحابين الفن المصري قوي، وأنا بشكرهم على هذا التكريم.